نانوكا اسطنبوليشفيلي. من هي هذه السيدة الجميلة والغامضة؟ هي سيدة جورجية جميلة، البعض يسميها نانا، البعض الآخر يسمونها نانوكا، لكن اسمها الحقيقي هو نانوكا اسطنبوليشفيلي. دعونا نتعرف على هذه السيدة الجميلة والغامضة عن كثب، أليس كذلك؟ الكل يريد أن يعرف شخصيتها. إذن أنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية دون أي انقطاع. ولدت عام 1990 في باتومي بجورجيا، تعيش الآن في باتومي وهي في الأصل من باتومي. لقد نجحت في جذب الانتباه كشخص تعمل بشكل مستمر منذ طفولتها، ولا تخاف أبدا من الصعوبات، وتبحث باستمرار عن أشياء جديدة. نتيجة لذلك أصبحت قدوة للجميع، ناقصة محترفة محبوبة، هي عارضة أزياء شهيرة التي تخرجت بدرجة الماجستير في البنوك، تعمل حاليا في مهنتها. رقصت الراقصة المحترفة نانوكا في باتومي، هي أيضا مصممة مبتدئة، لديها نموذج الملابس الخاصة بها، نموذج يخلق مجموعات حديثة مع العناصر الجورجية. أطلقت علامة تجارية لملابسها اسمه نانا جورجيا ونانا كارتيفيلي. الشيء المفضل لديها هو السفر إلى الخارج، لكن أينما ذهبت إنها تريد العودة إلى مسقط رأسها بعد أسبوع، لكن باستثناء إسطنبول. إسطنبول هي المدينة التي مكثت فيها أطول مدة ولم ترغب في العودة إليها، تمتع بكل نتيجة في الحياة، إنها فخورة بعائلتها. نانوكا تتصرف وفقا تدفق الحياة، تبذل قصارى جهدها لإفادة نفسها وعائلتها، إنها تستمتع بكل يوم، تحاول فقط أن تكون شخصا جيدا. العارضة الأزياء الشهيرة تزوجت من لاشا ميجلاندري منذ 12 فبراير سنة 2011، وهم يعتبرون زوجين من النخبة في المدينة. التقيا في عام 2007 عندما كانت فرقة الرقص في جولة في كابادوكيا، شهدت لاشا نانا على المسرح. تزوجا بعد فترة وجيزة وقاموا بتصوير العديد من مقاطع الفيديو الموسيقية منذ ذلك الحين. لديها ابنة من هذا الزواج، الممثلة الشابة التي ظهرت في مقطع فيديو أغنية بايا شاهين عام 2021. كما نعرف الآن نانوكا اسطنبوليشفيلي تلعب دورا رائدا سلسلة إيمانيت منذ عام 2022، ويتم بثه يوميا على قناة كانال 7 تلفزيونية. إذا ماذا يمكنكم القول عن تمثيل هذه الممثلة الشهيرة؟ فعلت هذا الفيديو خصيصا للناس الذين طلبوا مني أن أحلل شخصية نانوكا ومن هي في الحقيقة. لا تنسوا